أنا اليوم سعيد باستقبال أختي وزميلتي نجلاء المنكوش وزيرة الخارجية والتعاون في ليبيا اللي كتقوم بأول زيارة إلى المغرب. زيارة السيدة الوزيرة تأتي في إطار التواصل المستمر بين المملكة المغربية والمؤسسات الليبية، وتأتي كذلك في إطار تعليمات جلالة الملك محمد السادس بمواكبة المسار السياسي في ليبيا للوصول به إلى الاستقرار، إلى التنمية وإلى التطور في هذا البلد المغربي الشقيق. تعليمات جلالة الملك دائما هي أن المغرب بجانب ليبيا، المغرب يواكب كل اختيارات المؤسسات الليبية، المغرب لا أجندة له، لا حلول له، ولا حتى يعني تصور له للأزمة الليبية. المغرب عنده قناعة واحدة، هي أن هذا البلد يجب أن تنتهي في هذه الحالة، حالة التي ليس يعني لا يستحقها الشعب الليبي ولا تستحقها مؤسساته. المغرب يعتقد وله قناعة تامة بأن لليبيين القدرة وبأن الليبيين العبقرية للخروج ببلدهم من هذا الوضع ومن هذه الحالة. فلقاءنا اليوم كان للحديث حول تطور المسار السياسي في ليبيا، كيفية الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، والدور اللي يمكن للمغرب أن يقوم به في هذا الإطار بالتنسيق مع الإخوة الليبيين. كانت كذلك فرصة للحديث حول العلاقات الثنائية اللي هي علاقات قوية بين البلدين، تاريخية وإنسانية، وكيفية يعني تفعيل بعض جوانبها في الظروف الأقرب الأجال، سواء تعلق الأمر باللجنة القنصلية اللي غتجتمع قريبا لحل العديد من القضايا القنصلية بين للمغاربة في ليبيا ولليبيين في المغاربة. تحدثنا كذلك على العقد المنتدى الاقتصادي المغربي الليبي في دورته التالية اللي كان عقد في السنة الماضية، وذلك في إطار تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وتحدثنا كذلك على تطوير التعاون في مجالات أخرى، سواء تعلق الأمر بالمجال الديني أو بالمجال الأمني وغيرها، لرفع التحديات اللي تواجهها ليبيا. اليوم كاين يعني واحد الرغبة في أن ليبيا في مرحلة يعني دقيقة جدا، المغرب يرى فيها منظور متفائل بأن ليبيا يمكن غادي تمشي في الاتجاه الصحيح، وبأن ليبيا اليوم كاين واحد السياق اللي يعني أحسن مما قبل، واللي فيه كل الشروط باش ليبيا تخرج من هذا الوضع اللي طال أمده، وباش الشعب الليبي أخيرا يعيش في إطار مؤسسات موحدة، في إطار رؤية لتنميته، وفي إطار اشتغال على استقراره. فمرة أخرى مرحبا بك سيدة الوزيرة، أنت في بلدك، واعتبروا دائما بأن المغرب هو له دعم غير مشروط ولا محدود لكل ما هو في مصلحة ليبيا وفي مصلحة الليبيين.